وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر برئاسة هانية أبو ريدة إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة مصر للطيران الخاصة قادمة من روسيا بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم. وشهد محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة تجديدات أمنية مكثفة من سلطات المطار تحسبا لوقوع حالات الشغب من بعض الجماهير المتواجدة ضد البعثة واللاعبين. وكان منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم عقب احتلاله المركز الأخير بدون رصيد من النقاط لحساب المجموعة الأولى من النهائيات المقامة في روسيا بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.